في خبر متعلق باسم شهير جدا لو تفتكروا حضراتكم، بعد ثورة 25 يناير وأثناء حكم الإخوان كان وفي ميدان التحرير، ووقت ما محمد مرسي كان في الميدان وكان في طبعا الاحتفال به بشكل كبير وقتها طبعا من مؤيديه ومناصريه، تردد اسم الشيخ عمر عبد الرحمن. الاسم ده بقاله سنين، طبعا ده يعتبر الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية واللي مقبوض عليه بقاله سنين طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن وقت لآخر بيطلع الطلب المتعلق بتسليم عمر عبد الرحمن أو أنه يقضي فترة عقوبته هنا في القاهرة، أو يعني يبقى فيه أي نوع من المؤامات السياسية في الملف ده. وكان الرد من الولايات المتحدة الأمريكية إنه ده بس عشان نشوف القياس، يعني اللي بيدخل في شؤوننا والكلام ده، يقولك ده شأن داخلي، ده شأن قضائي هناك يعني، وما ينفعش ان احنا نتدخل ويعني نرفض اي مطالبه. وطبعا وقتها حتى لما جماعه الاخوان اتكلموا على القصه دي كان الرد وقتها انه يعني لا حديث عن الشيخ عمر عبد الرحمن. الشيخ عمر عبد الرحمن وفاته المنيه اتوفى النهارده وفقا لتصريح او بيان من بنته. في حديث دلوقتي انه هيتم تسليمه للقاهره وهيتم دفنه هنا. هنروح لفاصل، وطبعا ده صورة الشيخ عمر عبد الرحمن قدام حضراتكم، وهنشوف طبعا ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جاية فيما يتعلق باسم شهير في تاريخ الجماعة الإسلامية في مصر او بشكل عام الجماعات الإسلامية كلها. كان هذا الرجل الله يرحمه طبعا يعني بمثابة المرجعية الدينية ليهم. الله يرحم الجميع.